قال المكتب الثقافي الكويتي في القاهرة إنه لم يرد قرار من جامعة الإسكندرية بتغيير الرسوم حتى الآن، مشيرا إلى أن على الطلبة استقاء البيانات من خلال المكتب، وأضاف أن المكتب حريص على تقديم كل البيانات التي يحتاجها الطالب حتى انتهاء دراسته وعودته إلى بلاده، مشددا على الطلبة بعدم الانسياق وراء أي شائعات ومعرفة البيانات من مصدرها فقط.